لقي 5 من القيادات الميدانية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبل أبو النار شرق مديرية حرض. وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة أن القيادات لقيت مصرعها في الغارة التي استهدفت تجمعا للميليشيات في الموقع. وأشارت إلى أن من أبرز القتلى قائد محور جيزان ونائبه ومشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض، وقائد مجموعات التدخل السريع بالجبهة، ومشرف قطاع وادي بن عبد الله. والوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من حجة سعد القاعدي. نرحب بك سعد. مرحبا أمالي. نعم، إذا ربما سعد هناك يعني غارات نوعية للتحالف ربما، وأيضا يعني تقدم للجيش والمقاومة، وكما ذكرنا في الخبر هنا قيادات حوثية لقيت مصرعها. لو تحدثنا أكثر عن طبيعة هذه الغارات وطبيعة المعارك الآن التي تجري. نعم، عشرات القيادات الميدانية لقت مصرعها في المعارك الأخيرة في جبهة حرض وميد. بالامس الاحد لقي 5 من القيادات الميدانيه التابعه للميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح مصرعهم في غاره جويه لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في جبل ابو النار شرق مديريه حرب. مصادر عسكريه خاصه قالت للمركز الاعلامي للمنطقه العسكريه الخامسه ان قيادات ميدانيه كبيره من قيادات الميليشيا والمخلوع من ميليشيا الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم في غاره جويه لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في موقع جبل ابو النار الواقع شرق مديريه حرب بعد ترصد لهم حتى تم استغارهم في هذا الموقع، ومن ثم تم استهدافهم من قبل طيران التحالف العربي. ابرز هذه القيادات حيدر الردمان وهو قائد ما يسمى بمحور جيزان، وهو احد القيادات الصف الاول في جماعه الحوثي، وهو من طلاب الهالك حسين الحوثي واحد مرافقيه، وخاض كل الحروب الستة مع جماعه الحوثي، وله مشاركات قتاليه في الحدود مع المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الى نائب المحور وهو بدعاء ابو هاشم اللاحقي، وكذلك ابو محمد الحاكم مشرف مربع قطاع الجمارك في جبهه حرب، وكذلك ابو هاشم مشرف قطاع وادي بن عبد الله، وكذلك المدعو ابو حسن الاحوص قائد مجموعات التدخل السريع في جبهه حرب. تتكتم الميليشيا الانقلابيه بشكل كبير عن مقتل العديد من قادتها الميدانيين الذين لقوا مصرعهم في المعارك الاخيره في جبهه حرب، وخسرت وذلك تتكتم من اجل الحفاظ على معنويات افرادها. كذلك خسرت الميليشيا الانقلابيه في الايام الاخيره الايام الاخيره التي تدور فيها المعارك في جبهه حرب العديد من قادتها، ابرزهم عمار ابو قرشفاء اركان حرب الامن المركزي بالحرب الحجه، وكذلك الاعتراف من القيادات الميدانيه. نعم، اذا كما تحدثت ربما يعني هناك ايضا ربما تكتم من قبل الميليشيا لهذه القيادات التي طبعا قتلت في جبهه القتال. طيب سعد، اين وصلت المعارك بمنطقه وادي بن عبد الله بعد التقدم الذي اعلنه الجيش الوطني في حرض؟ المعارك حاليا يعني هدات من الاحتدام المعارك بشكل اقل، الا انه يوجد هناك بعض الاشتباكات المتقطعه بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، وكذلك التقدمات لم يعد هناك الجيش الوطني لم يعلن عن تقدمات اخيره في الايام الاخيره الماضيه. نعم، يعني حاليا سعد واختم معك، اين تجري الان المعارك، وهل هناك يعني اليوم غارات لقوات التحالف حدث اليوم؟ المعارك تجري في جنوب وادي بن عبد الله منذ ما يقارب 3 اسابيع. الطيران التحالف العربي بدوره يشن اغتراق بشكل كبير بشكل يومي على تجمعات الميليشيا، وكذلك تعزيزاتها الواصله التي تحاول الميليشيا الحوثي والمخلوع ايصالها الى جبهات القتال. اليوم كانت غارتين الصباح تمت نفذها طيران التحالف العربي على تعزيزات كانت في جنوب مديريه حرب. نعم، سعد القاعدي مراسلنا من ميدي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.